أكادير والتباعد الجسدي في زمن كورونا. هو مسلسل فكاهي عنوانه شي لصق معاشي في غالبية الأماكن، في الأسواق التجارية، في الحدائق. بلاتي بلاتي، هاد الشي غير شوية من بزاف، وخير دليل هما الطوبيسات اللي كيخدموا تحت شعار تعانقوا تراحموا. كيفاش تعانقوا تراحموا؟ لا ما يمكنش، حيت الطاقة الاستيعابية ديالهم ما خصهاش تتجاوز 50%، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا. ولكن باش نتأكدوا كيف العادة غنسولوا المواطنين. انتوما كمواطنين، واش كتشوفوا بلي مسألة التباعد الجسدي مطبقة في الحافلات بمدينة أكادير؟ بالنسبة للحافلات هنا مدينة أكادير، باقي كنشوفوا واحد النوع ديال الاكتظاظ في الحافلات. كنلقاو ان الطوبيس كيفوق الطاقه الاستيعابيه ديالو، في حين ان في المقرر هو انه ما تفوتش 50% من القوة الاستيعابيه، في حين ان كنشوفوا ان الطوبيس كيكون عامر ومازال مازال بنادم كيكون، ما عرفتش شكون المسؤول عليه، واش الشيفور واش الشركه. كاين الطوبيس اللي كيمشي مثلا فيه 140 ديال الناس، خصوصا بين الدرارقه والداخل ديال اكادير ومناطق اخرى بحال تيكيوين وسميتها والتشيره، يعني ما كاينش احترام ديال المسافه. خصوص التباعد ما كاينش، يعني ما كنلاحظوش شي تباعد في الطوبيس. ديجا كان يعني باقي كما هو، يعني ما تبدل حتى حاجه، ما كاين لا معقم لا حتى حاجه. بخصوص الطوبيسات في مدينه اكادير، كانوا قالوا الطاقه الاستيعابيه تولي غير 50%، ودرجه دابا ولينا كندخلوا كنشوفوا الطوبيس كنلقاو عامر الكراسي عامر كل شيء. ولا اختي ما كاينش التباعد، باش ما نكذبوش على بعضياتنا، التباعد ما كاينش. السبب كيرجع للناس اللي هما سميتو مسؤولين، هذا هو اللي بغيت نقول لك. الناس اللي مسؤولين على سميتو خصهم يكثروا شويه ديال الحافلات باش الناس يلقاو فين يديروا شويه ديال التباعد. التباعد في الطوبيسات ما بان لنا لا تباعد لا والو، كلشي شي ملاصق في شي، بعض المرات كيعيطوا شي واحد يدير التيست كيصدق جاي لهم في ترونسبور، يعني يقدر يضر شي واحد اخر. ويعني هما عاطين نورمال معاطينهم واحد النسبه يعني 50%، وكتلقى كلشي مزاحم شي داخل في شي، يعني راه يقدر 50% كامله تقدر تصاب كورونا. يعني ما كنشوفش التباعد في الايام هذه ديال كورونا، ما كنشوفش التباعد، ما كايناش مراقبه مستمره والو، ما كنشوفوهاش. خصوص التباعد في الطوبيسات ديال مدينه اكادير، ما كاين لا تباعد لا والو، ماشي كيجلس عادي، ما كاين لا تعقيم لا والو. كيقولوا ما حدها كتقاقي وهي كتزيد في البيض. على اي المتابعين، نتلاقاو في حلقه جديده وموضوع جديد من سلسله ولكن. وما تنساوش كورونا كاينه في اكادير ولكن